Jacopo Babbi. هذه بداية لشركة اكس موفي والإخراج ويعني السينمائي الإماراتي. احنا ان شاء الله راح نقدم للجمهور وجبات دسمة بفترات متقاربة ان شاء الله، كله بدعمكم ودعم الإعلام الإماراتي والعربي. احنا حبينا نوصل بعض الرسائل ان اليوم احنا والعرب قلب واحد، ان اليوم احنا والعرب نعيش في اخاء وحب وسلام، ان احنا اسعد شعب في العالم. احنا اتجهنا للكوميديا لان الكوميديا هي السعاده، لان هي الابتسامه. لله الحمد اليوم الشعب الاماراتي، العربي، الاماراتي، الاجنبي، الكل سعيد. فحبينا نبدا بالسعاده بالكوميديا. نحن مجموعه شباب اماراتيين كانت عندنا فكره، والفكره الحمد لله رب العالمين اطلعت من مجرد ان هي تكون فكره الى ورق، ومن الورق الى كاميرا، ومن الكاميرا الى شاشات السينما. المضمون الحمد لله هادف، وهذا اللي مريحنا، ونتمنى ان شاء الله تعالى ان الجمهور يتفاعل معنا، لان نحن قاعدين نقدم مسج يلامس الجمهور نفسه. طبعا سعيد بالعمل قوي، وده فيلم اماراتي لاول مره، هيبقى كوميدي يعني دمه خفيف، وان شاء الله يعجب الناس. يا رب يعجبكم، يا رب يعجبكم. فتشني عليهم، ارجوك فيني نار، فتشني. ليش ما تفتشني انت؟ ليش فيلم شباك؟ فيلم كوميدي اجتماعي هادف. تجربة الفيلم وايد عامرة باللوكيشن والمشاهد، ومقدمين في هذا الفيلم 25 وجه جديد، نجوم راح يكونون ان شاء الله بكره نجوم ساحة، بالتالي هي مفرزة بحيث ان نحن نجد الفيلم الاماراتي شباك سينما، نحضر ونترك الحكم الجمهور. تجربة حلوة، انا دخلت مع الاخراكان هذا الفيلم، وكان في ايضا يعني دفعه قويه من مشاركه حسن حسني بالفيلم هذا. فاتمنى من الله ان نكون احنا وفقنا وقدمنا اللي عندنا، وان شاء الله راح نقدم الاكثر والمزيد باذن الله. مجموعه شباب كثيره مساهمين في هذا العمل، لانها اقتنعوا اولا بفكره المؤلف والمخرج. وعلى فكره أنا سعدت كثيرا بالعمل مع هذا الفريق، لأن صراحة فريق متكامل. انا عفريت التطبيق غور والله، انت فرح في حاجه ابدا. كلنا نوقف وياهم وندعمهم في هذه التجربه الجديده، ونامل ان شاء الله ان التجربه هذه تتكرر مع الاخرين، عشان يصبح عندنا صناعه سينما خليجيه جديده، وان شاء الله تكون البادئه. احنا بدينا فيها الحقيقه في التجارب بالكويت، والآن نجمع تجارب أبو ظبي وتجارب دبي وتجارب باقي دول الخليج، ونجتمع إن شاء الله في عمل فيلم كبير نشترك فيه كلنا.